السلام عليكم، ازيكم يا بنات، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده المحاضره التاسعه في مقرر فود كواليتي مانجمنت او اداره جوده الاغذيه، وهتكون عن الويست مانجمنت، اداره النفايات او اداره المخلفات. After studying the chapter, students shall be able to explain the waste management hierarchy. احنا بعد المحاضره ديت المفروض نعرف نشرح نتكلم عن التسلسل الهرمي لعملية أو لإدارة النفايات أو إدارة المخلفات. Our tail gas generates about 1 kilogram of waste per night, more than half of it in paper, plastic and cardboard. المعلومة المهمة لازم نعرفها إن كل نزيل عندنا في الأوتيل بيولد أو بينتج عنه عن قمة الأوتيل أو عن نشوف في الأوتيل كيلو جرام من النفايات أو كيلو جرام من المخلفات. أكتر من نص هذا، يعني أكتر من نص كيلو على الأقل بيكون من الورق والبلاستيك والكرتون. Waste hierarchy is a tool used in the evaluation of processes that products from the environment alongside resource and energy consumption from most favorable to least favorable actions. The hierarchy establishes preferred program priorities based on sustainability. Through the sustainable waste, management can be solved only with technical and applied solutions, and an integrated approach is necessary. The waste management hierarchy indicates an order of preference of for action to reduce the manage the, to reduce and manage waste, and is useful presented diagrammatically in the form of a pyramid. The hierarchy captures the progression of a material or product through successive stages of waste management and represents the later part of the life cycle of each product. The aim of the waste hierarchy is to extract the maximum practical benefits from products and to generate the minimum amount of waste. The proper application of the waste hierarchy can have several benefits. It can help prevent emissions to greenhouse gases, reduces pollutants, save energy, conserve resources, create jobs, and stimulate the development of green technologies. التسلسل الهرمي لإدارة النفايات هدفه إن أنا بعمل ترتيب لأفضلية العملية اللي هقوم بيها مع هذه النفايات وإدارتها. ودايما بيكون في شكل هرمي، هذا التسلسل بيكون في شكل هرمي، والشكل الهرمي دوت بيوريني تطور المنتج في مراحل المختلفة لإدارة النفايات. وكمان هو هدفه ان انا بطلع اقصى استفادة ممكن من هذه النفايات، وبدي اولويات لهذه العمليات. من فوق بيبقى دايما الاقصى استفاده بالبريفنشن، اقصى استفاده، وبعد كده بوصل لحد الديسبوزر اللي هي اقل او الحد الادنى من الاستفاده من هذه النفايات. المعاملات دي بتؤدي ان انا بقلل انبعاث الغازات الضاره واقلل الملوثات ووفر الطاقه، بتفيدني في الطاقه وبحافظ على الموارد، وكمان ممكن اخلق فرص عمل عشان احصل على ما نسميها بالجرين انفايرمنت او البيئه الخضراء. Prevention. Prevention means that reduce waste generation from the start by using products that can be used repeatedly and using less hazardous materials and so on. عملية ان انا اول حاجة واول خطوة في الـ waste management hierarchy ان انا من الاساس امنع، احاول
اقلل وجود اصلا نفايات، ان انا يبقى موجود اصلا نفايات ومخلفات، امنع الموضوع ده من الاول واقلله، مش هقدر اقول همنعه، احاول اقلله باكبر قدر ممكن. ودوت عن طريق ان انا بستعمل مواد تستعمل اكثر من مره، ان انا اجيب مواد بتستعمل بشكل مستمر ولها اكثر من استعمال، واقلل وجود المواد الخطر، المواد اللي ممكن تسبب مشاكل صحيه في التعامل معاها، وانا ما اقدرش كمان استعملها اكثر من استعمال. فمن البدايه لما اجي اشتري مواد، اشتري مواد اقدر استخدمها اكثر من مره، واقدر استعملها باشكال مختلفه، وامنع وجود اي مواد ضاره. ده من الاساس هيقلل عندي جدا. المرحله دي بنسميها prevention phase، كتير بيسموها reduce stage، مرحله التقليل. السلام عليكم، ازيكم يا بنات، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده المحاضره التاسعه في مقرر فود كواليتي مانجمنت او اداره جوده الاغذيه، وهتكون عن الويست مانجمنت، اداره النفايات او اداره المخلفات. Preparation for use, the collection areas. Always ensure that areas of the hotel which are used for collection of waste are kept as clean as possible, and that bins are clearly marked and segregated. علشان أقدر أجمع أو أقدر أستخدم هذه المخلفات، لازم يبقى في أماكن لتجميعها. الأماكن دي لازم دايما تكون نظيفة، ودايما في إشارات تدل على أماكن هذه المخلفات، وتكون الإشارات دي واضحة، أو الاتجاهات لأماكن تجميع النفايات دي واضحة لكل الناس. Segregation. Waste streaming is a highly effective way of reducing waste. The kitchen and restaurant area been colored coded for easy training and clear segregation. عمليه الفصل، وجود اللي هي صناديق الخاصه بتجميع المخلفات بالوان معينه طبقا ل نوع المخلفات، ده شيء مهم جدا علشان خاطر فعالية عملية إدارة المخلفات، لأنه بياخد وقت، بيسهل وقت كتير جدا، وبيوفر مجهود وفلوس كمان. Reuse. Reuse initiatives are often put in place which tend to be specific to the hotels themselves, but could be put into practice if the hotel has suitable facilities. عملية إعادة الاستخدام عادة بيكون إعادة الاستخدام بيكون في الفندق أو داخل الفندق نفسه، خصوصا لو كانت إمكانيات الفندق والأقسام اللي فيه تسمح بإعادة استخدام هذه المخلفات أو هذه المواد مرة أخرى. Recycle. Recycle includes turning waste into a new substance or product if it meets quality protocols. عملية إعادة التدوير هو تحويل الفاقد ده لمنتج جديد أو مادة جديدة، بس بشرط إن هذا التحويل يكون يتضمن اشتراطات الجودة في هذا المنتج أو في هذه المادة الجديدة اللي أنا استخدمت المخلفات لإنتاجها. Recycle food waste. Reusing differs from recycling in that recycling breaks down an item into its basic parts
and makes a new product out of it. But reusing an item keeps the material in the in its original form and uses the item over and over again for the same or different purpose. إعادة تدوير مخلفات الطعام. إيه الفرق بين إعادة التدوير وإعادة الاستخدام؟ إعادة التدوير هو إن أنا باخد أجزاء من المادة اللي عندي اللي أنا المخلفات اللي عندي ببدأ آخد أجزاء منها بقسمها أجزاء وآخد أجزاء من منتج جديد، حاجة جديدة طلعت من حاجة غير المنتج الأصلي، أنا خدت منه أجزاء وبدأت أعمل منه حاجة جديدة. لكن إعادة الاستخدام أنا بستخدم نفس المخلف نفس المادة الخام اللي بقت مخلفات عندي وبستعملها في نفس الهدف أو لهدف آخر أو لهدف إيه آخر. هو ده الفرق بين إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. يبقى إعادة التدوير إن أنا باخد جزء من المخلفات دي من المادة ديت اللي هي كانت تنتج عنها مخلفات زي مثلا الإزاز أو الورق، أنا ممكن باخد في المصانع اللي بيحصل فيها إعادة التدوير ديت بفصل بعض المكونات وممكن استعمل الحاجه دي في حاجه جديده في المنتج جديد. لكن إعادة التدوير انا زي الميه كده مثلا، انا الميه بدخلها على بعض المعاملات مثلا ممكن اعيد استخدامها تاني بدل ما كانت 100 مثلا استخدمها في الزراعه مثلا عندي في الاوتيل، ده اسمه اعاده استخدام. إعادة استخدام نفس المكون، المية ما غيرتش منها حاجة، ما فيش حاجة اتغيرت فيها، لكن أنا استخدمها في حاجة تانية لكن نفس المادة اللي عندي نفس الأصل، فده إعادة استخدام. لكن لو جبت بعض مثلا المأكولات وجيت خدت جزء منها وعملت بيه مادة جديدة، ده اسمه إعادة تدوير. Recycle food waste. Donate waste for animal food. The United Nations estimate that if farmers and livestock owners feed their animals on the legally permissible food waste, enough grain would be liberated to feed an extra 3 billion people worldwide. That مثال لعملية في إعادة تدوير الطعام، إن أنا ممكن أستخدم بعض أنواع الطعام دي أعملها كأعلاف، يعني تدخل وتبدأ يتخذ منها أجزاء وتوليفات معينة وبطلع منها أعلاف الحيوانات، ده من أنواع تدوير ريسايكل إعادة تدوير، إن أنا عملت خدت أجزاء وعملت منتج جديد. هذا لو استعملنا الأمم المتحدة بتقول لو تم استعمال بقايا الطعام دوت اللي بيطلع منه مخلفات الطعام بتاعتنا كأعلاف الحيوانات هنوفر أكل ل 3 بليون يعني 3 مليار شخص على مستوى العالم. Recovery when one it can't be recycled. Then find a way to firstly produce energy or new material by processing the non-recyclable waste residue. عملية recovery لو أنا ما استعملتش ما عرفتش أعمل إعادة تدوير للمادة دي، فنفكر الآتي، فكر أن أنا أحاول أنتج طاقة أو أعمل بعض المعالجات لإنتاج طاقة أو أعمل معالجة لإنتاج مادة جديدة، وديت بتكون من بقايا المخلفات اللي عندي اللي هي لا يصلح تدويرها. Food waste recovery number one, compost the kitchen scrap. Composting is one of the most demanding and eco-friendly ways to recycle the food waste. عملية استماد استخدام بقايا المطابخ وبقايا الأغذية ومشروبات في المطابخ لصنع السماد العضوي اللي هو بيبقى صديق للبيئة وهو من أفضل الطرق اللي بيحدث فيها إعادة تدوير لمخلفات الطعام. Food waste recovery number two, convert food scrap into biogas. Over one third
of the food produced across the globe is either discarded or wasted. This food waste holds a huge untapped potential for generating energy, commonly referred to as waste-to-energy systems, WTE. عملية من طرق الريكفري لنفايات الأغذية هي عملية تحويل بقايا الطعام إلى بيو أو غاز طبيعي أو غاز حيوي. بيقول لي أكتر من تلت غذاء الإنسان على الأرض بيهدر ويتم اعتباره كفاقد ولا يستخدم، في حين أنه ممكن تحول هذه النفايات، نفايات الطعام، إلى غاز طبيعي أو غاز حيوي، ويطلق عليه عملية تحويل المخلفات إلى أو أنظمة تحويل المخلفات إلى طاقة، تختصر باللغة الإنجليزية إلى WTE. Disposal includes waste byproducts from the recovery process, which are generally in the form of ash or other waste material, are taken to the landfill to be processed so as not to damage the environment. عملية التخلص الأخيرة بقى هي عملية المواد الناتجة عن عملية التدوير، بيكون عن طريق وجود رماد أو مخلفات أنا مش عارف أتعامل معاها، فبوديها إلى مكان اللي أنا هقدر لو هعالجها أو أتخلص منها حتى لا تتلف قلبي. Any question؟ لو في أي سؤال هنحدد على البلاك بورد ميعاد لمنتدى المناقشة، واللي عنده أي سؤال يجهزه، واللي عنده أي سؤال يجهزه، وإن شاء الله تعرضوا علينا في منتدى المناقشة اللي هيبقى ميعاده على البلاك بورد.